تفاصيل عن عملية تصحيح الإبصار بصورة موجزة. عملية تصحيح الإبصار هي عملية بتستخدم شعاع الليزر عشان تعدل شكل القرنية عشان نشوف كويس، وفي منها أكتر من نوع، في حوالي 6 أو 7 أنواع، الأنواع اللي حضراتكم كلها بتسمعوا. كل الأنواع دي عايزة توصل لحاجة واحدة أو حاجتين اتنين، إن أنا أصلح النظر بأعلى دقة وبأعلى أمان ممكن إن شاء الله، نظرا لأن إحنا مقاساتنا مختلفة وسمك القرنية بتاعنا مختلف وطبيعة شغلنا وممارستنا للرياضة مختلفة، ففي حالات كتيرة مستلزمة أكتر من اختيار. في ناس بيكون يلزم ينفع لهم كذا عملية فبنختار واحدة منهم، وناس ما بينفعلهمش غير عملية واحدة. اللي بيحصل ان حضراتكم بتشرفونا في المركز، لو حد بيلبس على سلاسقه بيخلعها قبلها على الاقل 3 ايام، ما بنحطش ميك اب في عينينا، بنيجي في الكشف بتاعنا بنعمل مقاسات النظر، بنطمن ان النظر بتاعنا ثابت ولازم يكون سننا معدي 18 سنه والنظر والمقاسات بتاعتنا ثابته خلاص. الحاجه الثانيه بنعمل فحوصات القرنيه، بندرس فحص القرنيه ومقاس ضعف النظر بتاعنا بعد الكشف الشامل على العين واستبعاد اي حاجه تعوق العمليه بتاعتنا او اي حاجه، اي حاله مرضيه ما تنفع لهاش العمليه. بعد كده ان شاء الله بنحدد العمليه المناسبه، ممكن كل الاجراءات تتعمل في نفس اليوم او تعمل الكشف والفحص في يوم وتحدد العمليه في يوم تاني. العمليه نفسها بقى بسيطه، من 5 لـ10 دقائق، مش مطلوب من حضرتك غير انك تكون هادي. بنقول لك بص على لمبه فوق عينك، بيكون في مشبك بيفتح العين كده. العمليه بتتم في 5 دقائق، من 5 لـ10 دقائق مع الدكتور المدرب، وبعد العملية بيكون في شوية زغللة أو شبورة، والتعليمات بتاعتنا بسيطة، ممنوع أفرك في عيني أو أدخل مية جوه عيني أول أسبوع، أقدر أستخدم الموبايل والكمبيوتر وكل حاجة وأخرج وأعمل كل حاجة من أول يوم عادي. إرجوعي للشغل أول ما أحس بتحسن، سواقة العربية لما أحس بتحسن. العلاجات بتاعتي عبارة عن قطرات فقط إن شاء الله، مش لازم أقعد في أوضة ضلمة، هي عملية واحدة بس اللي ممكن الإضاءة تبقى مضايقانا شوية، هي عملية الليزك السطحي. أدوات التجميل بتجنبها للسيدات لمدة 2 أسبوع، استخدام العدسات اللاصقة لمدة 1 شهر، أروح البحر بعد 2 أسبوع لو حد عايز ينزل البحر أو حمامات السباحة. النظر بيتحسن بصورة تدريجية إن شاء الله واحدة واحدة، وبيختلف من حد للتاني، ممكن عين تسبق عين، ممكن أشوف البعيد الأول وبعد كده أشوف القريب، ممكن يبقى في شوية زغللة أو حرقان أو شبورة في الأول، كل ده طبيعي وهياخد وقته وهيروح إن شاء الله. ده كده كان موجز مفصل عن تفاصيل عن عملية تصحيح الإبصار. سيبولي أي كومنت وهرد عليكم بفيديو إن شاء الله.